عليكم ورحمه الله مشاهدين الكرام، نتمنى تكونوا بخير. اليوم بغيت نشارك معكم الطاجين نتاع الغلمي بالبصله والزبيب. لهذا الطاجين غنحتاجوا 4 البصلات، وغنحتاجوا واحد شويه نتاع الزبيب الاسود، غنحتاجوا واحد البنات الزعفران الحر، وغنحتاجوا في العطريه نتاع المروزيه غنحتاجوا واحد شويه نتاع المروزيه، شويه نتاع القرفه واسكنجبير والقرقوم وثلاثه لعوات القرفه. ندوز معكم نحضروا هذا الطاجين. بسم الله على بركه الله. تنبداو بالبصله، تندير ثلاثه البصلات تنقطعوهم دواور رقاق، وتندير واحد البصله تنشلدوها، وتنديروا قليل من الزيت في الطاجين، ما تنكثروش الزيت حيت الغلمي فيه ليدان. تنديروا البصله اللي شلدنا تنديروها هي الاولى، تنديروا هذه البصله اللي شلدنا تنقطع عليها اللحم، وما تنكثروش الزيت حيت الغلمي فيه ليدان بزاف. تنبداو تنحطو طرف اللحم فوق البصله اللي شلدنا، وتنحطو اللحم فوق البصله بهذه الطريقه. وتنديروا العطريه، بسم الله على بركه الله. تنبداو بالمروزيه، تنديروا شويه المروزيه، تنديروا شويه نتاع القرقوم، غنديروا شويه تيسكنجبير، شويه نتاع زنجبيل، والقرفه غادي نخليوها من بعد. تنديروا لعوات القرفه والقرفه مطحونه تنخليوها من بعد، ومن بعد غنحطوا وتنديروا واحد شويه نتاع الملح على حسب الذوق، واحد شويه نتاع الفلفل الاسود، وغنزيد واحد البنات الزعفران الحر، وتنحكو عليه واحد شويه نتاع البنات الزعفران الحر. تنديروا البصله اللي قطعنا دواور، من بعد غنحطو نعاودو نزيدو شويه نتاع العطريه، نعاودو نديرو واحد شويه نتاع سكنجبير، واحد شويه نتاع المروزيه، واحد شويه نتاع القرقوم. ودابا غادي نزيد واحد شويه نتاع القرفه مطحونه، ونديرو دابا الزبيب. دابا هاد الطاجين غادي نحطو يطيب على الفخر، ودابا تنحطو الطاجين ديالنا على الفخر وتنخليوه واحد 10 دقائق، عاد تنزيدو ليه واحد شويه نتاع الماء. مشاهدينا الكرام، الطاجين ديالنا هو غادي تيطيب، تيطلق المرق ديالو، تنديرو على الزبيب وعلى البصله. مشاهدينا الكرام، الطاجين بعد ما طاب تيجي على هاد الشكل، تيجي هائل وتيجي زوين بزاف، وتيجي معلك، تيجي من السما بالبصلة والزبيب. تنتمنى ان لي عجبكم، وما تنساوش تشاركوا في القناة ودعموني باللايك الى عجبكم. مشاهدين الكرام، وتنشكركم بزاف، والسلام عليكم.